وللمزيد معنا من اسطنبول سيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله. بداية، ما هي قراءتكم لحملات التسقيط السياسي المتصاعدة والمتبادلة في العراق والتي اتخذت منحا جديد؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. يوما بعد آخر تثبت هذه الجهات المتحكمة بالشأن العراقي والتي وضعها المحتل الأمريكي بمعاونة المحتل الإيراني على سدة الحكم في العراق، يوما بعد آخر يثبتون أنهم ليسوا معنيين ببناء دولة ولا ببناء مجتمع ولا بفرض الأمن والنظام في البلاد، إنما هم معنيون بصراعاتهم البينية. ويؤكد هذا على أنهم عصابة استولت على العراق وتعبث بكل القيم وبكل التقاليد التي تربى عليها العراقيون وألفوها وعرفوها خلال السنوات الماضية. بالتأكيد هذه الحملات التسقيطية الجارية في العراق أيضا تكشف عورة العملية السياسية، مشروع الاحتلال السياسي في العراق، وتؤكد على فساد هذه الطبقة المتحكمة بالعراق، فسادهم أخلاقيا، فسادهم سياسيا، فسادهم في الذمة المالية، وقبلها طبعا وفسادهم بخيانة الوطن، الانخراط في مشروع المحتل. طيب، أين هو ميثاق الشرف الانتخابي الذي وقعت عليه الكتل السياسية، ولماذا بدأوا باللجوء لهذه الأساليب؟ أنا أتكلم عن السياسيين برأيكم. مواثيق الشرف التي لطالما وقعها سياسيو المنطقة الخضراء تؤكد فقدانهم للشرف في الحقيقة، لأنهم لو كانوا يحوزون على هذا الشرف لما لجأوا إلى الأساليب الوضيعة في الحملات الانتخابية وفي غيرها. وبالتالي فاقد الشيء لا يعطيه. هم يبحثون عن دعاية انتخابية بائسة، لكنهم في الحقيقة يتصارعون بطرق لا أخلاقية ومنحرفة تماما. مراقبون تساءلوا عن انعكاسات انحطاط المنظومة الأخلاقية لدى الطبقة الحاكمة المتجسدة في صراعاتهم على واقع الشارع العراقي، كيف تعلقون؟ الشارع العراقي تطحنه مآسي كثيرة، تطحنه الأوضاع الأمنية المتدهورة، يطحنه تردي الوضع الخدمي، الوضع التعليمي، الوضع الصحي، كل ذلك يؤكد تدهور النظام ويؤكد ضعفه وعدم قدرته على إدارة شؤون البلاد. وبالتالي الشارع العراقي يتندر على هذه الفضائح التي تعصف بسياسيي المنطقة الخضراء. والحقيقة نحن نضع كلمة سياسيين بين قوسين للتحفظ عليها. هؤلاء كما نعرف جميعا ويجب أن نكرر دائما أنهم ليسوا أكثر من عناصر في عصابة استولت على العراق. هؤلاء ليسوا سياسيين، لا هم ولا أحزابهم. أحزابهم ليست أحزاب بالمعنى الحقيقي من حيث العمل التنظيمي والعمل الاجتماعي والعمل السياسي، وإنما هي مجرد واجهات لعصابات تستولي على المال العام، تقتل المواطنين وتحرض على الفتن الطائفية. وبالتالي الشارع العراقي غير معني بهذه الفضائح إلا بقدر التندر على هؤلاء والتشفي بهؤلاء. أستاذ مصطفى، أنت تعلم أن هذه الحالات هي حالات دخيلة على المجتمع العراقي وعلى العراقيين. كنا نسمع فيما مضى عن شواذ داخل العملية السياسية، لكن لم تصل إلى مرحلة ما حصل في الآونة الأخيرة. برأيكم، من الذي أسهم في إدخال هذه المعطيات إلى العراق والعراقيين؟ لا شك أن المحتل الأمريكي والإيراني
هم من أدخلوا هذه الممارسات المنحطة والبائسة بكل معنى الكلمة حقيقة، المتدنية والرخيصة جدا. المحتل الأمريكي والإيراني هو الذي أشاع كل مظاهر الانحدار الأخلاقي والقيمي التي تعصف في المجتمع العراقي، هو الذي نشر هذه المفاسد في كل مكان، نشر زواج المتعة، نشر تهريب المخدرات، نشر الغش والتزوير والقتل، نشر الفساد الإداري والمالي، وبالتالي وغيرها من معالم الانحطاط الأخلاقي والقيمي التي يشيعها المحتل وعملاء في الشارع العراقي. أستاذ مصطفى، أنت أشرت إلى المحتل، البعض سيأتي ويقول أن مصطفى كامل قال أن المحتل يتحمل هذه المسؤولية، إذن سياسيو العراق الحاليون هم بعيدون عن هذه التهمة، هل تتوقع أنهم بعيدون فعلا؟ لا، أنا لم أقل هذا ولن أقول هذا، أنا أقول أن المحتل زرع هذه القمة وهذه العصابة الفاسدة ومن خلالهم ينفذ مشروعه، لو لم يكونوا هم على قدر كبير من الانحطاط القيمي بقبولهم أولا بخيانة الوطن ثم قبولهم بكل المشاريع اللاحقة التي تخدم مشروع احتلال الوطن لما وصل الحال في العراق إلى ما هو عليه. بسرعة أستاذ مصطفى، يعني نفذ مشروع الاحتلال. نعم، بعجالة، هنالك موجة رفض شعبي كبيرة للطبقة السياسية الحاكمة، برأيكم هل يمكن التعويل على هذا الرفض لإحداث تغيير في البلاد؟ الرفض لو كانت عمليات الانتخاب تجري بشكل حقيقي لكان الرفض الشعبي لهؤلاء كافيا، ولكن نحن نعلم جيدا كيف تجري عمليات الاقتراع، بل اصلا كيف تجري عمليات الترشح للمناصب يعني سواء المناصب الحكوميه او المواقع البرلمانيه، وبالتالي فنحن غير واثقين من كل عمليه التغيير عبر العمليه السياسيه ومشروع الانتخابات لانها غير حقيقيه، لو كانت هناك عمليه انتخابات حقيقيه لجرى تغيير حقيقي، لابد من كنس كل هؤلاء وإزاحتهم وإزاحة مشروعهم لكي تبدأ عملية إصلاح الوضع في العراق تمهيدا إلى التعافي يعني التدريجي للأوضاع في العراق. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر سيد مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.